مش قادر اوصف لكم البرد اللي احنا واقفين فيه يا جماعه. الدنيا برد، شتا شتا. هنا الدنيا حر الصبح وبالليل برد قارس، ده كل اللي اقدر اوصف بيه. وبنفضل قاعدين مع بعض هنا ساعتين، الواحد بيبقى الحقيقه متكتك. لكن على كل حال الجو العام في البلد يخليك تقعد بقى تنسى البرد والحر وما الى ذلك. الجو العام مش بس مساله النشاط اللي بتبقى حاصله في البلد، لكن كمان البلد هنا في شرم الشيخ يعني، لكن كمان سخونه وسرعه وتواتر وايقاع سريع جدا في الجلسات اللي موجوده في منتدى شباب العالم في نسخته الرابعه سنه 2022. طبعا باخر اليوم لا يخلو الامر دائما من المناقشات الكرويه، وعلى الماتش النهارده بتاع مالي وتونس، فبرضه كان ده واحد من ضمن المناقشات الرئيسيه اللي بتتم بقى ايه يعني في الكوريدورات زي ما بيتقال، بعد ما الناس بتخلص الجلسات وورش العمل او والناس قاعده بتتعشى وما الى ذلك. فالكل بيقعد يتكلم على مساله الماتش بتاع النهارده اللي ما فيش حد فاهم بالظبط ايه اللي حصل. لكن على كل حال زي ما حضراتكم برضه عارفين يعني تونس خدت موقف، وهذا الموقف هيتم تصعيره الاتحاد الافريقي وما الى ذلك عشان يتشاف ايه اللي حصل. المباراه اللي خلصت بدري لا تستأنف بعدها بربع ساعه، حاجه انا شخصيا عمري ما سمعت عنها ولا حد فينا سمع عنها او اتعود عليها، لكن هيبان. هرجعكم تاني على منتدى شباب العالم بشرم الشيخ والنسخه الرابعه في 2022. في تنوع الحقيقه كمان في الحضور، يعني على سبيل المثال النهارده كانت حاضرة شيدو ممبا وهي مبعوث الاتحاد الافريقي للشباب، وهي معانا على التليفون. شيدو ممبا، ويلكم من ايجيبت، ويلكم من شرم الشيخ، اند وي هاف ذا بليجر تو توك تو يو اوفر ذا فون. ويسعدني ان اتحدث معك في برنامجنا. شكرا جزيلا. شيدو، ما هو انطباعك عن منتدى الشباب لهذا العام؟ أعتقد أن منتدى شباب العالم هو أحد أكبر المنتديات ليس فقط في أفريقيا ولكن في العالم بجلسات وبرامج وورش العمل واللقاءات التي حدثت بين الشباب في المنتدى والتي تفتح الباب للحوار بين الشعوب المختلفة. أثمن كثيرا هذه المبادرة وأعتقد أنها مبادرة جيدة جدا للشباب من كل العالم ومن أفريقيا، وجاءت في وقت رائع جدا وفي مكان رائع وهو شرم الشيخ، حيث اجتمع شباب العالم وكان هناك حوار للأجيال المختلفة وتم مناقشة القضايا الخاصة بإفريقيا. عظيم. من وجهة نظرك ماذا عن دور الشباب في تطوير إفريقيا خلال المبادرات المختلفة؟ أعتقد أن الشباب هم قادة المستقبل وهم من سيلعبون دورا كبيرا في المستقبل، وهذا أيضا في عصر الرقمنة أو العصر الرقمي الذي نعيشه، وهم من سيتولون القيام بالمجهودات المستقبلية ومن يكون لديهم الكثير من الإبداع والابتكار في المستقبل في المجتمع، و من يقدمون التكنولوجيا القادمة لمجتمعاتهم. عظيم. هل تعتقدين أننا نحتاج لأن يكون لدينا خريطة للشباب في إفريقيا وأيضا لعمل شيء للاستثمار هذه الثروة، أعني الشباب؟ أعتقد أن هناك مشروعات خاصة بالشباب، وهذه المشروعات تضم الشباب وتقدم حلولا مختلفة، ويجب أن يكون هناك أيضا حوار بين الأجيال المختلفة، وهذا سيؤدي لانفتاح قارة أفريقيا على العالم وبلورة الحلول المختلفة للمشكلات.
وأن يكون لنا قيادة وريادة في المستقبل. وهذا من خلال عمل شبكات خاصة بالشباب في المستقبل. حسنا، أعلم أنك لك لقاء مع وزير الشباب والرياضة المصري. ماذا عن هذا اللقاء؟ وما تم هو الذي تم مناقشته في هذا اللقاء مع الوزير؟ كان هذا اللقاء هاما جدا، وكان هناك تحدثنا عن أمور مختلفة حول الشباب، وكان لقاء ناجحا جدا. تحدثنا أيضا عن الرياضة، وتمنينا أن يكون هناك مزيد من التعاون ومزيد من المبادرات التي وأيضا تناولنا مبادرة عمل مدينة رياضية وعمل منصات مختلفة للشباب، وكذلك الجهود التي يتم بذلها لتحقيق نوع من التعاون. والدور الذي يمكن أن تلعبه وزارة الشباب والرياضة في هذا الشباب في هذا الصدد أتمنى أن أراك قريبا. شكرا. طيب يمكن احنا في عندنا حاجات كتير هنقعد نتكلم عليها النهارده، وبالمناسبه احنا في عندنا مجموعه طويله جدا من الفقرات المنوعه على اختلاف انواعها بالمناسبه وعلى اختلاف الضيوف. فاصل ونكمل الكلام. وعلشان بقول لكم البرد قارس والصقيع مذهل، انا اللي ملخبط الدنيا بالمناسبه. جانا مش هتبقى موجوده معانا النهارده، هي بس انا مش قادر استوعب الظاهر، غالبا مخي تلج ولا ايه. والله بكلمكم بجد، جانا جت شرم الشيخ بالفعل. انا عارف انها جت شرم الشيخ طبعا، عارف انه كان الرئيس قدم لها دعوه انها تبقى موجوده في منتدى شباب العالم في النسخه الرابعه. انتوا عارفين انه جانا كان الرئيس قابلها لما سافر اسوان، وقابلها هناك تحديدا في غرب سهيل، ولما قابلها كان بيقابلها في اطار مقابلته مع مجموعه كبيره جدا من الاهالي، وطلب من جانا انه تبقى موجوده معانا هنا في المنتدى او هي تحضر المنتدى، وبالفعل اتقدمت لها الدعوه، وبالفعل وصلت بالف حمد لله على سلامتها يا رب، وصلت الى ارض المنتدى. واظن بهذه الحال تصبح جانا اصغر مشارك موجود في منتدى شباب العالم. أظن اللي قدامكم على الهوى هذه الطفلة الجميلة اللطيفة الأمورة واللي يعني منورانا. فأنا بقول لكم كده غالبا في تقديري، مش متأكد من المعلومة، بس غالبا هي أصغر مشارك موجود في منتدى شباب العالم بشرم الشيخ السنة دي، فتصبح أصغر المشاركين وأصغر الحضور. الحمد لله على سلامتها، عقبال ما نشوفها أنها في يوم من الأيام تقدر أنها تحقق أحلامها، ده من ناحية. ومن ناحية تانية نشوفها وهي مشاركة بقى وهي شابة كده كبيرة ناضجة يافعة، وتقدر ساعتها تشارك بكلمة أو بالمشاركة في جلسة من الجلسات في وقت من الأوقات. أنا لا أشك في ذلك على الإطلاق، وأعتقد أنه ده هيبقى قريب. بالمناسبة أنا عايز أرجعك تاني على أهمية وجود هذا المنتدى. يعني على سبيل المثال، المنتدى ده طلع 17 18 19 دول النسخ الثلاثة. 2020 كان فيه الكورونا، عام الكورونا الشهير، وبالتالي ما تنظمش منتدى شباب العالم في 2020. كان في ضرورة ملحة انه المنتدى يعود مرة تانية في نسخة رابعة في 2022. انا اظن انه بسبب الطلب الشديد والمتزايد على اقامة هذا المنتدى، المنتدى قدر ان هو يعمل سمعة دولية كبيرة جدا لدى جموع الشباب، بل ايضا لدى حكومات الكثير من الدول او دول العالم. احنا بنتكلم على اكتر من 192 دولة اصبحت شغوفة او مهتمة بانه يحصل انه ممثلين عن هذه الدول يحضروا في هذا المنتدى، وكل يدلي برأيه بوجهات نظره بوجهات نظر دولته إلى آخره، ويحصل الحوار ما بين الشباب. الشكل ده من الحوار شديد الأهمية. ليه؟ احنا بنتكلم على أجيال
قد تبدو النهاردة لسه مش في موضع التمكين، ولكن هم اللي بيضعوا توصيات. في يوم من الأيام، في يوم من الأيام الشباب دول هم اللي هيكونوا ممكنين، سواء إذا كانوا موجودين كوزراء في دولهم، رؤساء لمؤسسات، رؤساء لشركات، علماء كبيرة بإذن الله، أو علماء كبار بإذن الله، فاعلين في مجتمعاتهم بل وفي المجتمع الدولي بشكل عام. وبالتالي هذا الحوار اللي بيحصل النهاردة هو اللي بيمكن في يوم من الأيام، قد يكون 5 سنين، قد يكون 10 سنين، يا سيدي حتى لو 15 أو 20 سنة، بمدى طويل، وده في عمر الدول شيء لا يذكر على الإطلاق. الناس دي عارفة بعض، وعارفة وجهات نظر بعض، وعارفة ازاي تقدر تتحاور. الناس دي أدارت اختلافاتها في شرم الشيخ. تاني، اختلاف وليس خلاف. الخلاف ده مرتبط دايما بالخصومة، بالكراهية، لكن الاختلاف هو وجهات النظر، الايديولوجيا، كل واحد وبناءه الفكري. الناس بتقعد تتكلم وتتفاهم وتتحاور وتوصل لمشتركات، ويفضل وارد انه تفضل مستمرة بعض الاختلافات في وجهات النظر، وده ما فيش فيه اي مشكلة على الاطلاق. في يوم من الايام لما الناس دي تتمكن وتبقى هي اللي بتدير دول وحكومات وشركات كبيرة، أصبحت قدرتهم على إدارة الاختلافات أسهل بكتير. أصبح في دايما أرضية مشتركة، هم عارفين بعض، وده اللي ما كانش حاصل لسنين طويلة مضت. وبالتالي أنا بقول لك اللي عملته مصر حقيقي في موضوع منتدى الشباب ده أكتر من رائع، فكرة أكتر من عظيمة، فكرة تؤكد وترسخ وتكرس لمبادئ السلم الدولي والسلم العالمي، ودي حاجة مهمة جدا. والابتعاد عن مسألة التمييز، سواء إذا كان التمييز في العرق، التمييز في الشكل، في اللون، في النوع، في الديانة، في المذهب، في الطائفة، ده بخلاف انه السياسة كمان للأسف الشديد خلقت نوع جديد من التمييز، ألا وهو التمييز ما بين الدول الغنية والدول الفقيرة، الدول القوية والدول الضعيفة، دول نامية، دول تحت التنمية، دول متقدمة إلى آخره. كل ده شكل من أشكال التمييز، خلى بعض الدول بتعتقد انها فوق بقية الدول الأخرى، ان لها الحق في إدارة الدول الأخرى، لها الحق في التدخل في الدول الأخرى. اللي بيحصل خلال 3 نسخ سابقة وفي نسختنا الرابعة هو انه ده بالوقت مش هيبقى موجود. ده اللي بيحصل، عملية تدويب هذه الفوارق، ويخلق إدارة جديدة للاختلاف والوجهات النظر والأيديولوجيات والتصورات، وأيضا حتى في أوجه التنفيذ هيبقى فيه دايما تعاون بشكل أو بآخر. خلوني أنتقل من ده إلى موضوع حادثة أشمون. يمكن إحنا لسنين طويلة في مصر للأسف، للأسف ابتعدنا كتير جدا عن ما نطلق عليه تنمية. تنمية يعني إنه قرانا، نجوعنا، كفرنا، عزبنا، وأحيانا مدننا بالمناسبة، ما تبقاش في مكانها السليم وما يبقاش في خدماتها الكاملة والمتكاملة. احنا مؤخرا خلال 7 سنين اللي فاتوا حصل اهتمام حقيقي بده، حصل اهتمام واقعي وفعلي، وده اللي احنا كلنا بنشوفه. يعني ما بقاش في حد يقدر ينكره. ليه؟ لانه واقع لا تخطئه العين، دايما هيفضل العقل قبله، العقل الواعي بالمناسبة قبله، العين شايفة اللي بيحصل. كان من ضمن الكوارث اللي بتحصل زمان انه بلدنا، احنا بلد زي ما حضراتكم عارفين، احنا على نهر النيل، عندنا الفرعين الرئيسيين دمياط ورشيد، عندنا يعني روافد كتيرة للنيل جوه القرى الصغيرة وما الى ذلك الى اخره. كان في وسيلة ان احنا نعدي البر التاني، نعدي الناحية التانية، اسمها المعدية. المعدية في وقت من الوقت كانت بتشغل المعدية اليدوي، يعني يبقى راجل كده كان مهنته اسمه المعداوي، فاحنا نطلع نقف على المعدية والراجل ده بيسحب حبل يوصلنا الناحية التانية من فرع النهر على سبيل المثال. وفي المعدية اللي بمطور اللي ممكن تبقى بتاخد شوية عربيات على شوية يعني مواشي الى اخره وبني ادمين وهكذا. اللي حصل في أشمون للأسف الشديد هو جزء من تداعيات سنين طويلة مضت من عدم التنمية. المعدية عربية عليها 23 بني آدم طلعت على المعدية علشان هتعبر بيهم الناحية التانية، يختل التوازن، العربية تغرق في المية، تحديدا كان على فرع رشيد هناك في أشمون، و8 الله يرحمهم يا رب، الله يرحمهم يا رب، لقوا مصرعهم، لقوا حتفهم.
الضفادع البشرية، رجال الأمن، الكل اشتغل علشان يتم انتشال هذه الجثامين، وتم بالفعل انتشال 4 جثامين وجاري العمل على أنه يتم إن شاء الله انتشال البقية. ده اللي حصل. رئيس الجمهورية بطبيعة الحال عرف اللي جرى، وفورا فورا أمر بإنشاء جسر هناك في المنطقة والعمل على إنهاء أزمة المعديات دي تماما. لازم يبقى دايما في وسيلة آمنة لعبور الناس، دايما يبقى في وسيلة آمنة لعبور المصريين لروافد نهر النيل. ده اللي بيشتغل عليه الحقيقة فخامة الرئيس، بيشتغل على ده في الصعيد، بيشتغل على ده في الدلتا. الحقيقة إنه مفيش حاجة لا قدر الله حتى لو من باب القدر بتجرى إلا أنه بيتم فورا إعطاء التوجيهات أو الأوامر بالمناسبة كمان بأنه يتم تلافيها فورا في المستقبل، بس إحنا ما بنستناش لبكرة، بنشتغل من النهاردة. يعني توجيهات الرئيس أنه العمل يبدأ من اليوم على حل هذه الأزمة. وبالمناسبة أنا أتذكر كويس أن الرئيس من أكتر من 6 أشهر اتكلم على حكاية المعديات دي وقال لازم المسألة دي تنتهي تماما تماما، إلا أنه قدر الله وما شاء فعل ورحمة الله عليهم جميعا. لكن الحمد لله والشكر لله الرئيس تدخل كما جرت العادة بمنتهى السرعة، ومشكورا على مسألة العمل على إنهاء مثل هذه الأزمة. إن شاء الله مش هتبقى الأزمة دي موجودة ولا هي ولا أزمات تانية في أي بقعة من بقاع جمهورية مصر العربية، لا في إبلي ولا في بحري. أنا هستأذنكم، هنروح لفاصل ونرجع نكمل الكلام. Tous ensemble faisons la paix dans ce monde. Tous ensemble soyons heureux dans ce monde. ازيكم وعاملين ايه؟ يا رب تكونوا كل حاجة عندكم بخير. بنكمل مع بعض وبرنامجكم التاسعة. اظن احنا كلنا كل الناس كل العالم يحب جدا العروض السحرية والإلوجن والحاجات اللي زي كده. وطبعا احنا يمكن النهاردة تابعنا عرض قام بي الساحر الفرنسي مولا يوسف بالمناسبة قدام رئيس الجمهورية. مولا. Yes, nice to meet you. سعيد بلقائك. أنا سعيد بلقائك. سعيد أن أكون هنا معك، هذا يسعدنا ويشرفنا أيضا. وأنا أحتاج منك أن تفاجئني هذه الليلة. سوف أفاجئك لأنني أحب أن أفاجئ أهل مصر، وأحب مصر، وأحب أن أؤدي هنا
كان أمرا رائعا. الرئيس كان هنا وكان الكل ينظر إلي. كان الأمر مذهلا، كل شيء يحدث بسرعة. نعم، لقد وصلت لأول مرة لمصر منذ يومين فقط. هل تحب مصر؟ نعم أحب مصر جدا والمصريين. شرم الشيخ ومصر رائعة جدا، والشعب المصري ودود جدا، والمدينة رائعة والبحر رائع والمشهد وأن يشاهدك الجميع في التلفزيون هذا أمر يبعث على الجنون. هذه أول زيارة لي في مصر فعلا. أنت ضيفنا إذن، أشكرك. ما الذي لديك اليوم؟ هل تريد أن ترى بعض السحر؟ نعم، تعلم سوف أقترب منك وسترى. أستطيع أن أقف إذا ما أردت. أولا أريد أن أخذ هذا الكوب، هذه البطاقة. انظر إلى هذه الكروت، هل يمكن أن تأخذ هذا المايك مني؟ أنا سوف أقف بجانبك هنا وأساعدك. ما سنفعله هو أمر بسيط للغاية. هذه بعض الكروت، حاول أن تلمس أي بطاقة تريدها. هذه؟ نعم، حسناً. سوف أظهرها للكاميرا. وهل تعلم البطاقة التي لمستها؟ أريد أن أريكم شيء. هل يمكن أن تريني الهاتف المحمول؟ إذن هنا، هذا هاتف محمول. والآن دعونا ننظر إلى داخل الهاتف. 1، 2، 3. هل ترى؟ هذه هي بطاقتي. إذن بطاقتك هنا على الهاتف، وكل البطاقات مختلفة. ترى؟ هذه بطاقة واحدة. هل يمكن أن تحتفظ بهذا لي؟ إذن انظر. 1، 2. انظر. 3. والآن بطاقتك خرجت من شاشة الهاتف. كنت أظنها هنا، كانت على الشاشة. وهذه البطاقة يمكن أن تحتفظ بها كتذكار. هذه لك، فقط انظر. ها هي مرة أخرى. يجب أن تعلمني كيف تقوم بذلك. يمكن أن أعلمك شيئا ما. يمكن أن يعلمك شيئا بسيطا للغاية. سوف أخذ هذه البطاقات. والآن يمكنك القيام بنفس الفعل، المس أحد البطاقات. حسنا، سوف أظهر البطاقة للجميع هنا على الكاميرا. والآن انظر، هل يمكن أن تأخذ الهاتف؟ أريد أنا أخذ هذه البطاقة، فقط أقوم بإزالة هذا الجزء. والآن انظر، 1، 2، و3. اختفت. لا، هل تعلم أين هي؟ إنها ليست هنا، إنها في مكان ما، مستحيل، مكان مستحيل تماما. هل معك الهاتف؟ انظر، ما الذي يمكن أن ترى على الهاتف؟ أظهره للكاميرا. هذا هو الجزء المفقود. هل يمكن أن ترى إنه بداخل هاتفك المحمول؟ إنه بداخل الهاتف، داخل الهاتف. ما الذي يمكن أن تراه؟ نعم، ها هي. نعم، رقم 4، شكل البستوني. هذه واحدة من البستونات الأربعة. أنا كنت مركز بنسبة 100%. وأنت قمت بنزعها أمامي، والآن أصبحت داخل الغطاء الخاص بالهاتف. والآن تعلم ماذا؟ أستطيع أن أترك لك شيئاً كتذكار. انظر إلى هذا، هذه حماية للهاتف حتى لا يكسر. انظر، okay, just like that. And I will take a look. The phone.
انظر واحد اثنان ثلاثة والآن أصبح الهاتف داخل البالونة بالكامل وهذه حماية جيدة للهاتف. على سبيل المثال هذه حماية من فيروس كورونا، إن هذه حماية لفيروس كورونا والآن يمكن أحتفظ بها كهذا. هذه لك. شكرا. إذن هل يمكن أن تساعدني؟ ها هو. والله أنا ما فاهم إلا إيه، أنا واقف قدامه، هي دي المشكلة، أنا واقف قدامه. So can you إذن can you do me a favor? هل يمكن أن تسدي لي جميلا؟ Magic can bring us money? هل يستطيع الساحر أن يكسب أموال ويحضر أموال؟ نعم، انظر إلى هذا، ليس معي شيء، ليس معي شيء، انظر انظر ببساطة ببساطة، انظر انظر انظر، هذا هو الذهب. نعم هذه لك. أين اختفت؟ في هذا الجاكيت الذهبي. لا إنه هنا، إنها عادت، ولكن يمكنك الاحتفاظ بها، لا تقلق. مرة أخرى. I'm gold repellent. Yeah. I do it one more time. One more time. سوف أقوم بالأمر مرة ثانية. انظر. لا شيء. أين الذهب؟ لا شيء في جيبي. ما هذا؟ I have to break into the Federal Swiss Bank. You have to. Yes, we have. يجب أن نقتحم البنك الفيدرالي السويسري. We're just joking. كنا نمزح فقط. تفضل بالجلوس. لا تقلق. This is not corona. No, it's not corona. لا تقلق. هذه ليست كورونا. It was just more card. بعض الكروت. هي كان الأمر بعض الكروت. This is really surprising. هذا really surprising. هذا أمر مدهش. Oh, yeah. بالطبع. Thank you so much. شكرا جزيلا. شكرا. إذن منذ متى وأنت تمارس الأعمال السحرية؟ أنا أقوم بالأعمال السحرية منذ 15 عاما، منذ أن كنت صغيرا جدا. حين كان عمري 10 سنوات بدأت في امتهان الألعاب السحرية. منذ 15 عاما. ما هذا الجاكيت؟ هل هذا جاكيت الحظ بالنسبة لك؟ هذا ما جاكيت الحظ بالنسبة لي، وهذه حذاء الحظ. ودائما أحب هذا الجاكيت، لأني حين أقوم بالعروض فإني أمزج بين التكنولوجيا والسحر. وأفكر إذا ما ارتديت شيئا فإني أحب أن ارتدي شيئا متألقا أكثر من الشاشات خلفي، وبالتالي اللون الذهبي ممتاز. وفي مصر الناس يحبون الذهب كثيرا. إذن من هو مثلك الأعلى في السحر؟ في السحر أحب ديفيد كوبرفيلد بالتأكيد. لديه هو شخص مدهش. هذا رأيته لأول مرة في العروض التلفزيونية وكنت مندهش جدا. والآن أنا أقوم بأنواع جديدة من السحر. إذن أنا الآن أنت من المدرسة الحديثة. أنا الآن أقوم بأعمال حين أرى قوة خارقة في الأفلام، فأنا أقول حسنا هذا أمر جيد، يمكن أن أقوم بحيل سحرية من خلاله. هذه هو الشيء الذي يلهمني الآن، أنا أقوم بهذا. إذن الأمر خاص بالتكنولوجيا والخيال. نعم
أقوم بالتكنولوجيا وأنا أدرس في مدرسة الهندسة لأنني عندما كنت صغيرا وبدأت في الألعاب السحرية كنت أريد أن أخلق شيئا يستخدم التكنولوجيا والهواتف النقالة شيئا مثل هذا وأحتاج أن يكون هناك شيئا جديدا في الألعاب السحرية. وماذا عن الانطباع انطباع والدك ورأيه حين قلت له في أول مرة أنني أريد أن أكون ساحرا؟ بالنسبة للجزائر حين قلت لأول مرة أريد أن أمتهن الألعاب السحرية قالت لي أسرتي سحر لماذا سحر ولكن والدي أمي قالت افعل ذلك افعل ذلك إذا ما أردت أن تفعل ذلك فلتفعله ولا تنسى أن تذاكر دروسك في المدرسة وكنت أفكر في ذلك كثيرا وقلت حسنا أي سوف أقوم بعمل دراسات في العلوم والهندسة وفي نفس الوقت أمارس الألعاب السحرية أنا أمارس الألعاب السحرية ولذلك أمزج بين التكنولوجيا والهندسة والألعاب السحرية وأنا أقوم بالألعاب السحرية وأقوم بالدراسة في بعض الأوقات. قلت لي أن هناك قصة حول اسمك. نعم لا أحد لا أعرف أحد يسمى مولا ولكن لم أقابل أحد اسمه مولا وهذا أمر جيد لأنني حين أصل إلى مكان ما وأقول مولا فإن الجميع يتذكر الاسم في فرنسا حيث أنني أعيش في فرنسا لا أحد هذا اسم متفرد انه متفرد جدا هل احد في هذا التلفزيون يعرف احد اسمه مولا اذا كان ذلك فقط اخبروني قولوا لي ان هناك شخص اسمه مولا اذا هناك مولا واحد حتى هذه اللحظه حتى هذا الموقف ماذا عن العرض الذي قدمته امام الرئيس المصري كان رائعا جدا ومدهشا جدا لأنني أردت أن أقوم بهذا العرض ولكن في البداية لم أكن أعرف أن الرئيس سيكون موجودا وقلت حسنا سوف أقوم بالعرض على المسرح ولكني لم أعرف أن هذا العرض سيكون أمام الرئيس وقالوا لي قبل العرض بأيام بسيطة ستؤدي عرضك أمام الرئيس المصري لذا كنت مندهشا وفي البداية حين تم وضع الأجندة الخاصة بالعرض وأمام الرئيس وأمام القيادات الأفريقية وكان هناك الكثير من القنوات التلفزيونية وكان كل شيء مكتملا ورائعا رأيت الرئيس وحين بدأت في العرض وبدأت أن أكسر الهاتف على المسرح كنت قلقا سواء ما إذا كان الرئيس سيعجبه هذا العرض أم لا ولم أكن أريد أن أفعل شيئا خطأ لأنني أقف أمام الرئيس ولكني رأيت الرئيس كان يضحك ورأيت الضحك في عينيه وهنا شعرت بالراحة كان الرئيس وجميع المشاهدين يضحكون ويستمتعون بالعرض وعندما أمشي في الشارع في مصر الجميع يحيونني ويقولون رأيناك في العرض هذه هي أول مرة لي أزور مصر ولم أتوقع شيئا كهذا أبدا كنت أتصور أنني سأزور الأهرامات في القاهرة ولم أكن أتصور أنني سأقوم بأداء عرضا أمام الرئيس والقنوات التلفزيونية كانت عواطف رائعة التي شعرت بها إذن يجب أن تنتقل لمصر نعم أنا أعيش هنا بالفعل على بعد خطوات. If I'm you, I would think about it. Yeah. You have lots of fans now. Oh yeah. And نعم. It's also so beautiful and. الأمر جميل جدا. People are super nice here. You can laugh
all day long with everyone. يمكن أن تستمتع بيومك مع جميع الأفراد. My first time is in Sharm el-Sheikh, so I already know Sharm el-Sheikh. هذه أول مرة لي في شرم الشيخ وأريد أن أذهب إلى القاهرة أيضا لأن أعلم أن كل مدينة مختلفة عن الأخرى، ولكن حين وصلت هنا رأيت أناس من دول مختلفة وشعوب مختلفة. إنها مكان سحري. رأيت فنانين، رأيت منظمي مع مؤتمرات، رأيت من يقومون بخلق وصنع فيديوهات، و المكان ملهما جدا. أنا مندهش جدا. يجب أن تقوم بزيارة طويلة لمصر وتزور الأقصر وأسوان والمدن المختلفة، سوف تحبها كثيرا. نعم، لا يوجد أحد، لا يوجد أحد لا يعرف الأهرامات المصرية. لدي أصدقاء في فرنسا. It's a miracle. Nobody knows. Yeah. نعم، إنها إعجاز. هناك تفسير علمي، هل هذا سحر؟ البعض يقول أن المصريين هل استطاعوا أن يتحكموا في الجاذبية الأرضية؟ لا يوجد تفسير، ليس لدينا تفسير، هذا أمر يدعو للجنون. نحن بناؤون بارعون. في فرنسا هناك هرم صغير. كنت في فرنسا عام 2016 وزرت اللوفر أيضا، ولكنه ليس نفس الهرم. هذا هرم صغير، ولكن الهرم الموجود في الهرم في فرنسا أستطيع أن أصف كيف تم صنعه، ولكن لا أستطيع أن أصف. البرنامج الخاص بي اسمه التاسعة، وأريدك أن تقول شيئا مثل شوفوني على التاسعة. See me. What does it mean? Watch me over 9 o'clock. Watch me over at 9. Okay. Repeat please. شوفوني في عرض التاسعة. على التاسعة. شوفوني هلا التاسع مولا مولا. شوفوني هلا التاسع مولا. شكرا. ميرسي ميل ميرسي. ثانك يو فيري ماتش. ثانك يو. شكرا. خليكم معانا، فاصل ونكمل الكلام. أعلن انطلاق النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم على الخير. اتبعنا. بسم الله نبدأ من أجل المستقبل الدهب. تلك المنصة التي باتت منصة حوار وتواصل بين الشباب، وأداة لتبادل الرؤى بين كل العالم. I'm
اهلا 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 بيكم. اظن الفقره تتحدث عن نفسها، فاحنا ما ينفعش نبقى موجودين في سينا برضو ما بقاش في بقى معرض للمنتجات السينويه، وما يبقاش في قدامنا الحاجات الحلوه اللي احنا شايفينها اللي انا هاخدها واروح بالمناسبه، وبالذات الازازه اللي مليانه شطه دي. فاحنا الاول يعني مش عارف ابدا بقى، التلاتة ستات فيبقوا كلهم ليديز فيرست. انا هبدا باليمين، ماشي الكلام؟ استاذه كريمه ازيك، عامله ايه؟ الحمد لله تمام. ايه احوالك؟ لا ده احنا هنعلي صوتنا لسه، استاذه منى قالت لي علي صوتك. حاضر. قولي لي بقى انت اللي يعني الحاجات دي بتاعتك. اه ماشي. الاول هرحب بيكي واحده واحده كده، وبعدين نرحب باستاذه منى. ازي حضرتك؟ كله تمام؟ عن التضامن الاجتماعي، عن الوزاره. واستاذه نور عن شركه مصر سينا. مظبوط، اهلا وسهلا بحضرتك. ازيكم عاملين ايه؟ منورنا جميعا. تمام. عاملين ايه في البرد الرائع ده، ولا اتعودتوا عليه ولا ايه؟ اتعودنا عليه. اتعودنا عليه بس في العريش بقى. في العريش دافي جدا على الجو هنا، حلو قوي يعني. يعني العريش ابرد؟ اه والله بجد. اه خلي بالكم تتكلموا في المايك يا جماعه. اه تمام. اه برد فعلا. ناخد بقى كده واحده واحده. اشرحي لي اللمه الحلوه اللي انا شايفها قدامي دي. زيت زيتون انا فاهم، ودي انا قلت لك هريسه، قلت لي لا عندنا في العريش ما اسمهاش هريسه، اسمها مكبوس. 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 اه دي شط. آه عباره عن فلفل عرايشي. اه اللي هو الحراق جدا قوي. اه حلو. هي يعني نسبه الحراره فيه عاليه خالص يعني. أوكي. هو عشان كده بنقول عليه الفلفل العرايشي. عرايشي مميز بتاع العريش. يعني. اه ده بتاع العريش. آه طبعا هو هو في الاول بيبقى اخضر، بس لما بيستوي بيبقى احمر. جميل. يعني انت بتسويه؟ لا هو بيستوي في الشجر. يستوي في الشجره بتاعته. ماشي. اوكي. بيبقى احمر. بيتغسل طبعا كويس جدا. وبعد كده بيتفرم على المطحنه بتاعت ال. ماشي. بيتفرم كويس. أوكي. وبعد كده بيتحط عليه زيت زيتون. اهو. ودق الثوم. وثوم. وملح. اه وزي ما حضرتك شايف كده وتاكل بقى. طب مفيش عيش بقى كده واحنا قاعدين القعده الحلوه اللطيفه دي؟ جبنه بس. مش كده شويه عيش؟ طيب كده علشان. وده بقى زيت الزيتون اللي احنا هنستخدمه. ده زيت الزيتون بقى اللي هو من الشجر على طول، معصور على البارد، نسبه الملوحه اقل من 1%. ده كده اللي هو زيت الزيتون البكر، اكسترا فيرجن اويل زي ما بيتقال. بالظبط حضرتك. ده اللي هو نمره واحد. اه اللي مفيش لا قبله ولا بعده. لا مفيش، هو من الشجر على طول على المعصره. وطبعا احنا الحمد لله لان الارض عندنا حلوه ما شاء الله، مش مالحه قوي. فالزيتون بيبقى عندنا طبعا مميز في بالنسبه للاكل، حتى وانت بتاكل مختلف خالص عن سيوة، عن مطروح، عن زيت الزيتون بتاعنا مميز. العرايشي دايما حاجه تانية. اه طبعا ما معروفه برضو ارض العريش وشمال سينا بالزراعه الحلوه. الكيس بقى الكبير المكلبز اللي هناك، الكيس اللي في النص ده، دي المرمريه. المرمريه دي احنا عارفين المرمريه، وطبعا دي برضو على الطبيعه، ما فيش اي مواد حافظه ولا مواد كيماويه ولا اي حاجه، هي بتطلع على الطبيعه. مفيده في ايه بقى المرمريه؟ مفيده لحاجات كتير. اولا هي على كوبايه الشاي كده مبدئيا يعني ريحتها جميله ملهاش حل. اه طبعا ريحتها جميله. بالنسبه للبرد في الوقت الحالي اللي احنا فيه على الليمون، يعني نسبه مناعه غير عاديه. حلو قوي الكلام. للكورونا ده. طبعا ماشي. للمغص اللي عندهم القولون والحاجات دي بتتغلي من غير سكر. اوكي. بتتغلي كده، تاخد لها دقيقتين ثلاثة كده على النار غليان، وبتغطيها علشان السعرات الحرارية كلها اللي فيها تفضل موجودة فيها، وبتتشرب وهي دافية. خد بقى دي كده المرمرية عشان برضو ايه نوريها للناس. اهو مرمرية خفيفة المرمرية برضو. ما هي عشب اصلا زي النعناع زي، بس ريحتها طبعا مميزة. الجمال ده انا احبها جدا طول عمري من وانا صغير. ما هي احنا بالنسبة لنا طبعا برضو في كاسينا ما ينفعش الشاي من غير المرمرية. ايوه دي بقى اللي انا قلت لك انا فاكر طول عمري ان احنا بنستوردها، طلعنا بنزرعها عندنا في العريش. لا هي موجوده عندنا من زمان. مورينجا. دي بذور المورينجا. ودي بقى نعمل فيها ايه؟ دي حضرتك البذره اللي جوه دي بتتقشر زي اللب. ماشي. يعني القشره دي بتتشال. ماشي. بتلاقي فيها حبايه صغيره جوه كده، الحبايه دي بتتاخد على الريق بالنسبه للي عنده سكر او عنده ضغط او للسمنه حاجه تانية بقى. هي نفسها هي كعلاج. دي بقى تخسس بقى. للتخسيس بقى مفيده جدا للتخسيس، بالذات الورق بتاعها الشاي بتاعها. يعني انا اخدها زي ما هي كده وانقعها في الميه السخنه؟ لا. امال ايه؟ بتتبلع زي حبايه الدواء بالظبط. لا انت قلتي لي زي لما اجي اعملها شاي.
لا في الشاي بت... لا الشاي الورق بقى الشاي بيبقى الورق بتاعها. استاذ منى يعني بتفيدنا فيها. ماشي طيب دي مورينج زعتر وعجوه دول سهلين دول بقى انتوا عارفين. الزعتر حطوا على العيش مع زيت الزعتر الزيتون. الزعتر بقى مع العيش مع الدقه مع الحاجات دي مع طبعا دلوقتي بيتزا تتبيله الفراخ الحاجات دي كلها طبعا بتدخل فيها لانه بيدي مع البيض بيدي ريحه حلوه وبرده نسبه الفايده فيه كويسه يعني. والعجوه عجوه معروفه. العجوه بقى البلح احنا مشهورين طبعا بالبلح وال فالعجوه طبعا الرطب بنقشره ونعمله عجوه زي كده مفيده جدا برده. حلو جدا. طيب هنا اجي بقى لاستاذه منى دور وزاره التضامن مع لو صح الكلام كريمه واخواتها كل الناس اللي بتشتغل الشغل ده وبتتعب فيه لان انا عايز ارجع تحكي لي بقى على المشغولات ده يدوي ها يدوي كله يدوي هاند ميد كله. انا هبدا كلامي طبعا ان انا اول حاجه بامانه هشكر سياده الرئيس لانه هو دايما داعم المراه واقف جنبها وخاصه المراه المعيله. فكان بالفعل انا شفت حاجه لسه قريب في التلفزيون يعني من حوالي اسبوعين كان حضرته او سيادته كان بيفتتح حاجه مشروع يعني مش متاكده ايه بالظبط فيعني حضرت حديث ليه بيقول الناس اللي بتقول على المنتدى ان احنا بناخد مثلا من تحيا مصر لا احنا بنجيب رجال الاعمال كل صح. واحد يتحمل جزء الرعاه ده اللي فكان فكانت المفاجاه ان هو فعلا حد يعني مخططين وسياده الرئيس نفسه ان هو مخطط ان المراه السنويه بالذات هيكون لها دور في منتدى الشباب تعرض منتجاتها وده من اجمل حاجه فعلا ان هو حضرته اختار الموضوع ده. فكان سيادته مرشح المهندس ابراهيم العرجاني ان هو هيشيل الموضوع ده كله جانب السيدات اللي هتيجي من سينا. جميل. وفعلا حضرته ما تاخرش عنا طبعا بالتنسيق مع الاستاذه صفاء صابر هي اعلاميه في قناه ازهري. جميل. بالفعل كلمتنا وكلمتني انا شخصيا في اتصال بيني وبينها فقالت لي انت تطلعي عن الاسر اللي عندك بالنسبه للعريش انا طالعه على العريش. ماشي تمام. انا عندي في مركز اول اسر منتجه التضامن الاجتماعي عندي حوالي 35 اسره موجودين. عزيز. احنا عاملين لهم معرض دائم عندنا لعرض منتجاتهم بجانب لو في اي معارض خارجيه بيبقى في مندوب عنهم بياخد الحاجات لان مش الاسر دي مش كلها بتقدر تطلع المعارض عندهم ظروف خاصه فيهم في بيوتهم بس الستات دي بالفعل منتجه في بيوتها بمشاريع بسيطه بتبرعات وفعلا الحمد لله من اصحاب الخير اقول الشهر اللي فات الحمد لله ربنا بعت لهم 6 مكانات فعلا اتوزعوا مكان ومكان نص كمبيوتر وعن طريق قافلة شعاع الخير من متبرعين بالفعل وجبناهم وزعناهم على سيدات معيلة وفعلا اخدوهم لعمل مشروعات. ممتاز. بالفعل سيدات منهم بتنتج الشغل اللي هو السيناوي بس بيبقى ايه جات اتعلمت عندنا في المركز بس عايزه هي تخيط التوب ما عندهاش طبعا المكنه اللي تأهلها لده غير كده بجانب كده ان هم ممكن يخيطوا لبعض السيدات خياطه عاديه. فبالفعل هرجع لموضوعنا الاولاني ان احنا كلمتني صفاء فعلى طول انا فعلا جمعت الحاجه بتاعه الاسر من عندي وكان بالفعل ان انا اطلع مع المجموعه اللي هي برضو استاذه صفاء اختارتها من بير العبد هم حبوا ينوعوا العريش 2 بير العبد تقريبا 9 جابوا من الجنوب برضو من هنا 4 سيدات. عظيم. يعني حوالي احنا 20 سيدة موجودين بالفعل في منتدى الشباب. يعني احنا عندنا 20 سيدة هنا. منتجة اليومين دول اللي احنا فيهم دول. ايوة في بالفعل يا فندم. كل واحدة جايبة منتج بتاعها وبتعرضه هي عاملاه. كانت حاجة جميلة او سيادة الرئيس كمان هو جانا بنفسه. وشرفنا سيادته كان معانا امبارح وكان حديث من القلب انه وقف عند كل واحدة يسألها عايزة ايه? ايه اللي انت بتطلبيه? يعني متهيألي مفيش اجمل من كده مفيش احسن من كده ابدا تحس ان انت منك للرئيس على طول يعني مفيش واسطه ومفيش حد لا ده واقف يتكلم معانا بالفعل ما خلاص الحكايه بقت اعتياد يعني اعتدنا فعلا ان الرئيس بيتكلم مع الناس بشكل مباشر وبشكل بسيط وسلس ومفيش تعقيدات. استاذه نور مصر سينا قولي على دور مصر سينا. هي كانت يعتبر زي ما بيقولوها حلقه وصل بين العارضين وبين إدارة المنتدى
علشان تنظم لهم طبعا من وسيلة المواصلات والسكن لحد ما وصلوا للمنتدى، والتنظيم طبعا قام بدوره على أكمل وجه. نظم، كان عاملين مكان مخصص للتراث السيناوي فقط لا غير. كل بارتيشن كان فيه 2 سيدات من عارضين عارضة شمال سيناء، كل واحدة طبعا كانت بتظهر فيها المنتجات بتاعتها. كان فعلا يعني طبعا نشكر الباشمهندس ابراهيم العرجاني لان هو الراعي الرسمي للمعرض، وهو السبب الاول والاخير طبعا بعد سيادة الرئيس انه يكون العارضين يظهروا قدام العالم كله، مش على قد مصر بس، قدام العالم كله، ان يبينوا العظمة بتاعتهم والابداع بتاع الايد المرأة السينوية الاصيلة. طبعا طبعا مفيش احسن من كده. انا كنت عايز نقعد حبة اكتر بس اصدار الوقت جري بينا يعني، فانا عايز اشكركم جدا 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 يا استاذة كريمة على المنتجات العظيمة والرائعة، والشغل اللي انا شايفه ده حاجة عظمة. على موجودين بكرة الصبح، انا هعدي عليكم بقى ان شاء الله باذن الله. بس انا حابه برضو يعني ازود على كلام البنات انني بشكر برضو الباشمهندس ابراهيم العرجاني على كل التسهيلات اللي هو قدمها ليعتبر بنات، يعني بنات عمه، بنات سيناء، من كل اللي هو عمله. طبعا ده كلها ليه بتوجيهات من سياده الرئيس، وبنشكره طبعا. جدا جدا. احنا مش اول مره ان احنا نظهر مع سياده الرئيس، يعني احنا على طول بننزل تراثنا وديارنا بنقابله يعني وبنتكلم عظيم. معاه، وطبعا هو بيدعم جدا المرأة صحيح. السينوية. وبرضو بشكر الوزيرة نيفين قباد طبعا، لأنها فعلا يعني بالنسبة لفتيات سينا من فترة يعني قريبة خالص كنت معاها، يعني قابلتها شخصيا وقدمت 20 مكنة خياطة لفتيات سيناء، وبالفعل ادت يعني تصريحات ان هو المكان خلاص هيدخل قريب ان شاء الله. فانا بشكرها جدا جدا يعني على كل اللي هي بتعمله مع بنات سيناء. وربنا يوفقكم جميعا. استاذه منى نورتينا وشرفتينا، هدايما نتكلم على تليفون، ودي اول مقابله لينا ان شاء الله. المقابلات تبقى كتير باذن الله. المره الجايه هنجي لكم بقى على شمال سيناء باذن الله سبحانه وتعالى. استاذه نور نورتينا وشرفتينا. كنت حابه بس اقول اخر رساله، ان سياده الرئيس زيارته ادى الدعم وحافز للعارضين، وخلهم يكون في حافز من جواهم ان هم يبدعوا ويبتكروا اكتر، وخصوصا ان سيادته كان ليا الفخر ان انا اكون قدام سيادته في الكلمه بتاعتي، ان هو قال ان هو هيدعم المنتج السيناوي وهيدعمه وهيسوقه تسويق الكتروني وتسويق عالمي. وكمان يعني قبل ما احنا نيجي كان في تنسيق مع هيئه البريد ان هيتم تسويق المنتجات السيناويه على في تسويق الكتروني باذن الله. باذن الله باذن الله، فقدر يوصل لنا كلنا يعني. حلو جدا. وان شاء الله القادم احسن بدعم سياده الرئيس ان شاء الله. وزوجته اللي شرفتنا النهارده كان حاجه جميله جدا لفت علينا كلنا فعلا. النهارده برضو يعني بارتيشن كل البارتيشنات يعني وقفت عندها واتكلمت معانا، وبرضو رحبت بينا. ده شرف عظيم لنا ان احنا شاركنا في المنتدى العالمي. سينا كلها بتدعم سياده الرئيس باذن الله دايما يا رب. انا بشكركم جدا على وجودكم معانا. انا استاذنكم هنروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا في 9. انتظرونا. في مستهل النسخه 4 من منتدى شباب العالم، تلك المنصه التي باتت منصه حوار وتواصل بين الشباب. Hello, we are from Ethiopia. From Turkey. From Brazil. From Tunisia. From Ghana. From Guinea. From Algeria. From Jordan. From Cameroon. From France. From Russia. From Pakistan. From Ukraine. You're from Ethiopia. الشمس بتطلع فيها تنور قلب الكل، الحب يكون
بحياتها والخير يزيد ويفيض ويغطي حدود الأرض. I dream a world where no one hates or holds a grudge. The force to wheel you na fotis y tonia lo. Dove si vive per l'amore che riempie il tempo di colore. Любіці жито, що дається звише нам. نحلم بالدنيا اللي عش فيها ناس في سلام. ناس كيفكروا في المستقبل يشوفوا القدام. الحلم بيلمع بعيونهم مو فرقة للونهم ولا دينهم. بس قابلين كل اختلافات ومعيشين مع بعض. اهلا بكم معنا مرة تانية في التاسعة، وخلونا نرحب بضيوفنا الاعزاء دكتور هيثم الشيخ عضو مجلس الامناء بتنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين ونائب محافظ الدقهلية. منورنا، ازاي الصحة؟ اهلا بك يا فندم. كله تمام؟ سيادة النائبة الزميلة هدى عمار عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين وعضو مجلس النواب، منورانا منورنا. انا يمكن حابب ان احنا بقى نتكلم في جوانب قد تكون مختلفة شويتين عن الجوانب اللي اتكلمنا فيها في حلقاتنا السابقة واحنا بنغطي منتدى شباب العالم. الجانب يمكن اللي كنا بنندردش فيه هي مسألة، احنا قلنا هنتفق على محورين، جزء منهم هو مسألة التمكين، سواء اذا كان تمكين شباب في الجهاز التنفيذي او تمكين شباب ومرأة جوه البرلمان والتشريع وما الى ذلك، وايضا فكرة الاهمية السياسية لمنتدى شباب العالم. ليديز فيرست. طبعا اتفضلي يا هدى. خليني اقول لك انه يعني قبل بقى النائبه وقبل كعضو تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين، انا اول مره احضر منتدى شباب العالم، وطبعا شرف ليا ان انا احضره ضمن وفد التنسيقيه المشارك في المنتدى. كنت بحس بفخر وانا بتابع النسخ اللي قبل كده وقد ايه شيء عظيم يعني، ولكن لما حضرت الحدث وشفت فكر ان هو مجمع كل من 196 دولة، اكتر كان مقدم اكتر من 500 الف شاب وشابة، وان مصر تكون في القيادة دي والريادة دي مش على مستوى الوطن العربي ولا افريقيا، لا ثابتة نفسها على مستوى العالم. صحيح. اكيد ده شيء كان يعني يدعو للفخر الحقيقي، مش المجرد الكلام اللي احنا بنقوله، يعني مش انه دولة تانية هي اللي عاملة كده وانه في ثلاثة من مصر اللي رايحين مشاركين في جزء، لا انه مصر هي اللي عاملة كده. الشباب من كافة الجنسيات قاعدين مبهورين بالحدث. بنتكلم على اجواء كورونا والعالم كله بيتجه للغلق، ومصر في اتجاهها للتنمية بشكل واسع جدا، وبتقوم وبتواجه تحديات كتير وبتثبت في كل الأوقات نجاحها. تحدي كبير زي أن يتم منتدى شباب للعالم في جائحة كورونا على المستوى العالي جدا ده، مش بشهادتنا إحنا، بشهادة منظمة الصحة العالمية واليونسكو والشباب اللي موجودين كلهم من كل أطراف العالم، إن هم مطمنين. فكرة أن أنت فعلا في أرض أمن وأمان، الروبوتات اللي موجودة على مستوى عالي جدا، المرايات اللي موجودة، دي انبهار غريب فعلا، المرايات اللي موجودة اللي بتقيس الحرارة، السانيتايزر اللي في كل مكان، التنسيق اللي على مستوى مشرف وأداء عالي جدا، استخدام تقنية الهيلوجرام، يعني شيء ما ينفعش يعني مش هتعرف تطلع فيه غلطة. هي لا تخطئه عين زي ما بيتقال. دكتور هيثم، يمكن حتى واحنا بنتكلم فقلت لي حاجه عجبتني جدا، كنا بنتكلم على فكره المنتدى اللي بيجمع كل الافكار، شباب من كل حته، يمين شمال جنوب شرق غرب كل حاجه، وقلت لي وبرده دي فكره التنسيقيه. من ضمن الحاجات اللي بتعجبني جدا في التنسيقيه بالمناسبه هي الشعار، السياسه بمفهوم جديد. المنتدى، او خليني اقول لك ايه، انعكاسات، مش انعكاسات المنتدى على التنسيقيه ولا انعكاسات التنسيقيه على المنتدى، العلاقه الرابطه اللي انت ذكرتها دي التعدديه. شوف استاذ يوسف، منتدى شباب العالم خلاص قدر يرسخ نفسه كاحد اهم المحافل الدوليه للتجمعات الشبابيه على مستوى العالم. انا شاركت في نسخ منتدى شباب العالم الاربعه المختلفه، كل نسخه بشعر بتطور أكبر من النسخة اللي قبلها،
وده بيكون يعني ده بلاحظه نتيجة لحرص عدد كبير من الشباب والمنظمات الدولية على مستوى العالم ان هم يشاركوا فيه. أوجه الشبه ما بين منتدى شباب العالم وبين تنسيقية شباب الأحزاب والصين هو التعددية. التنسيقية هي منصة حوارية فيها مجموعة من الشباب زي ما سيادتك عارف من اليمين واليسار والوسط، ظهرت في وقت كنا بنعاني فيه من حالة انسداد في الأفق السياسي. لو تتذكر من بعد عام 2011 في فترة الاحتقان كان صعب تجيب مجموعة من الشباب بمختلف توجهاتهم وتقدر تقعدهم مع بعض على ترابيزة واحدة ويناقشوا القضايا الوطنية. قدرت التنسيقية ان هي تحل هذه المعادلة وبقى عندنا القدرة ان احنا نجلس مع بعض بمختلف توجهاتنا ونختلف على اي شيء الا القضايا الوطنية. بالتدريج التجربة ابتدت تتطور وتنجح، الشباب اللي كان بيختلف ابتدى يعرف يتحاور ويتناقش ويخرج بآراء واحدة، وعندنا مساحة من الحرية والاختلاف مقبولة إلا في بعض الأمور اللي بتمس استقرار الوطن. التجارب اللي احنا مرينا بيها عكست هذا التجانس، سواء كانت صالونات سياسية أو دورات تدريبية مختلفة، كل ده أدى إلى خلق نخب شبابية سياسية جديدة قادرة أن هي تضخ في شرايين الدولة المصرية، وده تترجم من خلال تمكين عدد كبير من الشباب عبر الجهاز التنفيذي للدولة سواء نواب محافظين أو معاونين لقيادات تنفيذية كبيرة أو صحيح. الزملاء مثل سيادة النائبة في مجلسي النواب أو الشيوخ. ده برضو موجود في منتدى شباب العالم، احنا بنشوف مجموعة من الشباب من مختلف الأحزاب والتوجهات السياسية في مصر والعالم من دول مختلفة وقد تكون دول مختلفة في الفكر والأيديولوجيات وقد يكون بينهم نوع من أنواع التناحر. احنا بندي مساحة لشباب من دول صعب قيادتها ان هم يتحاوروا مع بعض، ان هم يقعدوا مع بعض ويقعدوا جنب بعض ويشاركوا مع بعض على ترابيزة واحدة في ورشة عمل ويخرجوا مع بعض بنفس التوصيات ويتفقوا عليها. هو ده الهدف اللي فشلت كثير من السياسات على مستوى القادة في ان هي توصلها على مستوى العالم. قدرت الدولة المصرية ان هي تحققها على مستوى قاعدة شبابية عالمية داخل هذا المنتدى. حلو جدا. هنا هرجع للنائبة هدى، مسألة الاختلافات وإدارتها، يعني في النهاية بتمارسي العمل السياسي القح أو المحض زي ما بيتقال تحت قبة البرلمان، مراقبة الحكومة والتنسيقية طبعا الحقيقة يعني ملأوا القبة يعني أسئلة وشدة وحرارة وحماوة، وده المطلوب بالمناسبة يعني في النهاية خلص هو البرلمان في الدنيا موجود علشان إيه. بس كمان مسألة إدارة الاختلافات ايا كانت مع اختلاف الرأي او اختلاف الايديولوجيا زي ما كنا بنقول في المنتدى، احنا بنشوف ناس جاية من امريكا وفي ناس جاية من شمال اوروبا ودول في بعض الدول ملهاش فينا قوي يعني، وبيبقى في ناس من افريقيا وناس من امريكا اللاتينية وهكذا. فالمنتدى ما كانش جاذب بس للدول التي تشعر بالظلم، لا ده في كمان الدول صاحبة القوة والقدرة مع اختلافاتهم الفكرية وأحيانا السياسية معانا، فكان في شبان موجودين. شفتوا ده ازاي أو شفتي ده ازاي هنا بقى كمان كنائبة؟ خليني أقولك على حاجة، طبيعة مصر أصلا ودي من ضمن عظمتها عن دول عربية كتير وعن دول عالم كتير، إن هي زي ما بيتقال كده بالعامية مثلا إن هي ملهاش كتالوج، يعني فيها فئات مختلفة على كل المستويات الاجتماعية والثقافية والسياسية والاجتماعية، فنفس التنوع اللي موجود في الفئات العامة نفس ما هو التنوع اللي موجود في الفئات السياسية. الميزة اللي اتدربنا عليها بقى من التنسيقية فكر انه زي ما بنتكلم انه تنوع ايديولوجيات مختلفة اتجاهات مختلفة، ولكن ازاي قدرنا نجمع التجميع دي؟ الهدف الاساسي ايه؟ الدولة المصرية. حلو. فاذا المؤيد والمعارض وباختلاف التوجهات هو في الاخر احنا مجتمعين تحت مصلحة الدولة المصرية، اذا اللي بيؤيد بيؤيد لمصلحة الدولة المصرية واللي بيعارض بعض النقاط هو برضو شايفها من وجهة نظر المصلحة المصرية. عظيم. الجانب التشريعي مع زملائنا في الجانب التنفيذي لما بنقعد على مائدة واحدة
ما هو ممكن مثلا معالي نائب المحافظ يتكلم في نقطه هو شايفها تنفيذيه وانا هعرضها كنائبه عن الشعب، هقول له لا. بس اقول لك يعني تخيلي انه الدكتور هيثم موجود ومضطره بقى تساليه وعندك اختلاف في سياساته التنفيذيه وانتوا الاثنين جوه التنسيقيه هتتقابلوا. صحيح يعني حصل. بدات تحصل حصل. صحيح ياما رحنا المجلس في ادوات رقابيه مختلفه كنواب، احنا ست نواب محافظين اعضاء مجلس امنا موجودين في التنسيقيه ورحنا المجلس في كثير من الاحيان. وبالمناسبه انا عايز اقول حاجه، ان مش بالضروره ان استخدام النائب عضو مجلس النواب لاداه رقابيه يعني بيكون دايما هدفه ان هو يثبت ان الحكومه مثلا عندها خطا. لا احنا الاثنين انا عايز الصالح بالظبط، احنا الاثنين هدفنا الصالح العام. اما ان في تقصير من الجهه التنفيذيه فانت بتديها الارم، او انت مش شايف الصوره زي ما التنفيذي شايفها فهو بينقل لك الصوره بيقول لك لا انا عندي تحديات 1 2 3 4. فانا شايف ان الدور التشريعي هو مكمل بالظبط للدور التنفيذي اذا كان في نوع من انواع التجانس طالما الهدف هو المصلحه الوطنيه وخدمه المواطن. صحيح. فالتجميعه اللي التنسيقيه جمعتها بصعوبه اتجمعت ليه؟ لانه في الاخر الهدف هو الهدف الاسمى الدوله المصريه. خلينا نقيسه على منتدى شباب العالم. حلو. ازاي جمعنا كل الدول اللي على وفاق واللي مش على وفاق زي ما انت ذكرت، وبالفكر المختلف والثقافات المختلفه، لانك جمعتهم تحت ايه؟ تحت السلام، تحت التنميه، تحت الابداع. عرفت تخلق ارض مشتركه فكريه للكل ومعنويه لا يختلف عنها اي انسان ايا كان توجهاته، ديانته، ثقافته، سياسته، ايديولوجيته، دولته. وبشكل مبدع جدا وبشكل خلاق جدا. ويعني خلينا نقول انه زي ما حصل انه احد المذيعات لما كان احد الشباب بيتحدث في الجلسه او الورشه الخاصه بالتغير المناخي وكانت بتقطعه، والسيد الرئيس وجه انه يكمل، احنا جايين نسمع الشباب. فمفيش حاجة تتقال يعني بعد كده. حتى الرئيس في كلمته الافتتاحية وضح على مسألة احنا جايين ندير اختلافاتنا، مش جايين نصنع خلافات. صح. وجايين نبتعد عن كل اشكال التمييز. انا عايز اشكركم جدا جدا على وجودكم معنا. واللقاء في البرد القارس في الهواء الطلق. سيادة النائبة هدى عمار نورتينا، دكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية نورتنا، اشكركم جدا. ونتقابل بقى في القاهرة، احنا معانا جلسات الاسبوع الجاي الاسبوع اللي بعده باذن الله. إن شاء الله. أشكركم جدا، نورتونا وشرفتونا. كنا معاكم في التاسعة، انتظرونا دائما. سلامات. أعلن انطلاق النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم على الخير. اتبعنا. بسم الله نبدأ من أجل المستقبل الدعم. تلك المنصة التي باتت منصة حوار وتواصل بين الشباب، وأداة لتبادل الرؤى بين كل العالم.